بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. يوم جديد ولقاءات الدوري المصري، تكمله الاسبوع 27. النهارده مجموعه من اللقاءات ان شاء الله تكون مميزه مع قناه النهار رياضه والاستوديو التحليلي بقياده الكابتن علاء ميهوب والكابتن وليد صلاح الدين. دي لقاءات النهارده، لقاء الجونه وطلائع الجيش. عندنا 5 لقاءات الساعه 4 الا ربع هيكون معانا اللقاء الرئيسي ان شاء الله، مباراه المقصه والداخليه من استاد الفيوم. الجونه وطلائع الجيش من استاد الجونه، مصر المقصه والداخليه من استاد الفيوم، الشرطه والاسيوطي سبورت من ملعب اتحاد الشرطه في العباسيه، امبي ودمنهور مباراه مهمه جدا لامبي في مواصله المنافسه واللحاق بنادي الزمالك في ملعب بيترو سبورت، الاتحاد السكندري والرجاء برضه مباراه مهمه جدا للكابتن حسام حسن والكابتن سمير كمونه، زملاء بقى امبارح او الامس والنهارده برضه زملاء، ولكن منافسه بقى ان شاء الله شريفه داخل الملعب ما بين الاتحاد السكندري والرجاء في استاد اسكندريه. والساعه 6 مباراة وادي دجلة والإسماعيلي من استاد المقاولين العرب بإذن الله، هتكون برضو منقولة على الهواء مباشرة، وهنتابع كل النتائج بإذن الله في نفس التوقيت ونعرف كل اللي بيحصل في بطولة الدوري المصري. دي ماتشات امبارح، نتائج ماتشات امبارح. المصري وسموحة 0-0، بتروجيت والنصر 1-0، حرس الحدود والزمالك، فوز الزمالك 2-0، والأهلي والمقاولين، فوز المقاولين 1-0. تعالوا نشوف الأهداف ونفتكر مع بعض كده ايه اللي حصل امبارح، وبعدين نشوف ترتيب جدول الدوري الممتاز. ده هدف محمد سالم، الهدف اللي فاز بيه المقاولين على النادي الاهلي. المقاولين رفع رصيده الى 39 نقطه في المركز الخامس، والاهلي 46 نقطه في المركز الثالث. مباراه بتروجيت والنصر وهدف عبد العزيز امام، البديل اللي دايما يعني بيبقى تغييره موفقه ويعني بيأدي الغرض او بيحقق الهدف من التغيير، عبد العزيز امام وبيسجل هدف. وبتروجيت 39 نقطه، النصر 19 نقطة. مباراة حرس الحدود والزمالك، الزمالك فوز 2-0 لعمر جابر الهدف الأول. ممكن نسمي اليوم ده يوم البديل. والهدف الثاني لأحمد علي من متابعة لتسديدة معروف يوسف. الزمالك في المركز الأول 57 نقطة، وتعادل سلبي بين المصري وسموحة في ستار اسماعيلية. كده الزمالك في المركز الأول 57 نقطة من 24 مباراة، وهو لاعب زي إنبي بالظبط ولاعب زي النادي الأهلي 24 مباراة. ومصر المقصة النهاردة بالنسبة للإنبي والمقصة المباراة رقم 25. إنبي في المركز الثاني 50 نقطة، الأهلي المركز الثالث 46 نقطة، المقصة في المركز الرابع 40 نقطة، المقاولين العرب الخامس 39 نقطة، بتروجيت برضو السادس بنفس رصيد المقاولين 39 نقطة، ولكن فرق الأهداف لصالح المقاولين. وادي دجلة يعني أقل فريق لعب في الدوري يا كابتن علاء وكابتن وليد، 23 مباراة. النهاردة عنده الإسماعيلي ماتش جامد في استاد المقاولين الساعة 6، عنده 37 نقطة. طلائع الجيش في المركز الثامن وهيلعب مع الجونة النهاردة في الجونة، عنده 36 نقطة. الإسماعيلي المركز التاسع 34 نقطة ومباراة امام وادي دجله. اتحاد الشرطه في المركز العاشر 33 نقطه وعنده مباراه مع الاسيوطي سبورت في ملعب الشرطه، 3 نقاط تفرق مع اتحاد الشرطه. الاتحاد السكندري مواجهه صعبه مع الرجاء في المركز ال11 للاتحاد 32 نقطه. في المركز ال12 المصري، وحصل تغيير في الجهاز الفني، وكان معايا كابتن مختار مختار على التليفون اول امبارح، وقلت له يا كابتن المصري بيكلموك، قالوا لا يا كريم ما اعرفش حاجه والله ما فيش حاجه. قلت له يا كابتن المصري عايزينك، قال لي والله ما حد كلمني ومفيش، او ما حلفش برضه عشان ما يعني الراجل قال لي لا مفيش حاجه وما واتلخبط شويه كده. النهارده بعد تعادل المصري امبارح مع السموحه، كابتن مختار مختار المدير الفني للنادي المصري بدلا من مكيده المدير الفني الاسباني، نقول بقى السابق بالنسبه للنادي المصري. المصري 31 نقطه في المركز ال12، الداخليه برضه زي وادي دجله لعبوا 23 مباراه في المركز ال13 30 نقطه، وحرس الحدود المركز ال14 30 نقطه. سموحه بعد تعادله مع المصري في المركز ال 15 29 نقطة، والخمس فرق بقى المهددة بالهبوط لغاية دلوقتي طبعا لسه حسابيا لسه بدري، ناقص حوالي 14 مباراة في الدوري المصري. الجونة في المركز ال 16 28 نقطة، الرجاء المركز ال 17 23 نقطة، النصر المركز ال 18 19 نقطة،
الأسيوطي سبورت في المركز ال 19 تسع نقاط، وده منهور في المركز الأخير بتسع نقاط، وده منهور النهارده عنده مباراة مع إم بي تاني الدوري، مباراة صعبة جدا في ملعب بيتروسبورغ. في البداية طبعا برحب بالكابتن علاء ميهوب. كابتن علاء ازاي حضرتك؟ كريم ازاي كريم؟ أخبار حضرتك ايه؟ تمام. الصداع راح ولا مستمر؟ لا راح خلاص الحمد لله. طيب الحمد لله. كابتن وليد ازيك يا كابتن؟ ازيك كابتن وليد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ وحشني. كله تمام. كله تمام. هارد لك امبارح طبعا للاهلي، ولكن هي دي كره القدم. طبعا. وبنستمتع بماتشات، وبقى في فرق كتير في الدوري بتقدر تلعب مع الاهلي وتكسب الاهلي، وتلعب مع الزمالك وتكسب الزمالك والاسماعيلي، ويعني في منافسه قويه السنه دي رغم ان الزمالك يعني فارق شويه في الصداره برصيد 57 نقطه. وده لو يدى مؤشر يا كابتن كريم، يدي مؤشر لقوه المسابقه. يعني ما تقوليش ان المسابقة ضعيفة، لا المسابقة مش ضعيفة السنة دي، المسابقة قوية جدا. هو اللي بيميز الدوري الإنجليزي إيه؟ إن أول الدوري لو لعب آخر الدوري أنت مش عارف النتيجة. صح. وبالفعل لغاية اللحظة دي أنت لو تشوف اللي مضيع أغلب النقاط من النادي الأهلي هتلاقي إنه فرق، يعني الرجاء كسب النادي الأهلي، فبالتالي كسبت الرجاء الدور الثاني بالعافية. الأسيوطي ضيع نقطتين من النادي الأهلي وكسبته الدور الثاني. نفس الوضع دمنهور بالعافية، المباريتين بتكسب في الثواني الأخيرة. فهنا ده من قوة المسابقة. إحنا النهاردة عندنا ست لقاءات، أتحدى حد في مصر يقول لك النتيجة، يقول النتيجة ويكون متأكد. لا، كلها حاجات احتمالية. امبارح بس عايز احط حاجه كده على امبارح. امبارح يوم البديل، يوم تدخل المديرين الفنيين في التشكيل علشان يؤثروا بنتيجه ايجابيه لفرقهم او بنتيجه سلبيه. فلو خدنا مباراه امبارح كده، احمد علي التبديل الثاني لنادي الزمالك مؤثر جدا، نزل جاب جول، نهى المباراه ونزل جاب جول. لو خدنا نادي المقاولين العرب بتغييره ولا اروع للراجل محمد سالم، نازل في الدقائق الاخيره في الدقيقه 75 بيحرز هدف في الدقيقه 80، وتغييره موفقه قوي للكابتن حسن شحاته. نفس الوضع عبد العزيز امام، وتغييره رائعه للكابتن رمضان السيد، بيؤثر وبيجيب 3 نقاط لفرقته. اليوم كله بدلاء. حتى تاثير سلبي مستر جريدو، تغيير باسم علي ان هو يجيبه من ناحيه اليمين يوديه ناحيه الشمال، وتغيير بيتر ابن يطلع وينزل وليد سليمان، دي تغييرات كمان بالسلب على فرقهم. المباراه الوحيده اللي ما قدرش التغييره تؤثر فيها بنسبه 100% هو مباراه سموحه والمصري مع المصري. اتفرجت على الماتش بالليل؟ اتفرجت. انا اتفرجت. اتفرجت. وتغيير الشوط الثاني 3 4 اجوال، توقعاتنا زي ما توقعنا. محمد عواد شال المصري امبارح. انت فاكر احنا قلنا ان سموحه الاقرب، وبالفعل الشوط الثاني وان سايد جيم بالظبط، وتغييره علاء علي كانت هتسفر عن هدف في الدقائق الاخيره. فيعني امبارح يوم البديل. طيب كابتن علاء، ليك تعليق على ماتشات امبارح، عشان عايز اسالك برضو تغيير الجهاز الفني للنادي المصري وتولي الكابتن مختار. ده كان متوقع. هيفرق مع المصري ورحيل مكيدة. وهنا برضو هقف عند نقطه، ان الاجانب كلهم اللي بيجوا مصر مدربين مش عاملين اي فرق ايجابي لصالح الانديه، وهيلف جبوم تاني برضه. ما دي مصيبتنا في الكوره هنا، هيجيبوا الاجانب تاني. بيحبوا هم الاسم اللي يجي يفشل في مصر كده، يغيب له سنتين ثلاثه يروح يلف وجايبه تاني. ما اعرفش ايه الفكره، يعني هو غاويين فشل دي حاجه بتاعتهم. لكن عايز اقول، انا كنت متوقع وقلت لك امبارح، والله غريب بجد بجد والله يا كريم. هم اللي يمكن انت ما بتفهمش في الكوره. سبحان الله يا كريم، اصل انا قاعد كده بتذكر اسامي حد يجي مصر يقعد سنه او موسم فشل، ويروح مثلا غير له سنتين ثلاثه في اي حته، يروح لافف لافف تاني، واحد عباقره مجلس اداره يروح جايبه تاني. يا سلام، خلاص كده، هو ده التغيير. يعني بقول لك اللي نعرفه احسن من اللي بجد. عشان عارف مصر يعني. المهم، يعني كنت طبعا امبارح حتى قبل ما احنا بنتكلم على قواتها كريم، قلت النهارده المصري لو ما حصلش فيه فوز هتحصل مشكله، وما اعتقدش ان كده هيكمل. وقد كان يعني التعادل، لان بقى له فتره اول نتائج سيئه جدا، حتى الاداء مش كويس. يعني امبارح وليد بيقول اتفرج على المباراه امبارح، كان سموحه الاقرب، فتخيل كمان لو كان حصل هزيمه. انا اتفرجت على الشوط الثاني، كان سموحه هو الافضل. فبكل حال من الاحوال يا كريم كان لازم يحصل تغيير. انا دايما في مبدا بقول التغيير دايما بيجي بايجابيه، خصوصا ان كابتن مختار عنده مباراه تعتبر سهله الاسيوطي. يعني هو داخل على مباراه سهله برضه كابتن مختار، الماتش الجاي للمصري. كابتن مختار برضه يعني نشن صح ان هو الاسيوطي نوعا فريق مش متعب،
مش المنافسين. فاعتقد بالنسبه له لو حصل مكسب بتبقى دايما بدايه كويسه للمدير الفني بمكسب. ودايما زي ما بقول لك التغيير بيحصل بايجابيه، وشفنا على مدار الدوري اللي اشاد بيه وليد التغييرات اللي حصلت مع المدير الفنيين مع الانديه بتحصل بتغيير ايجابي مش سلبي بخالص في كل حال من الاحوال. طيب يعني شايف ان تغيير المكيده وتعيين كابتن مختار طبعا كابتن مختار وعايز اقول حاجه كمان، كابتن مختار مشتاق للكوره بالظبط، اللي بقى له فتره بعد ما ساب بتروجيت في بدايه الموسم. عارف دايما المدرب بيبقى عايز يقعد يراجع حساباته وياخد فتره هدوء كده بيرجع افضل او بيرجع مشتاق للكوره. كابتن مختار طبعا اكيد من مدرب كبير طبعا مدرب فني عاليين جدا ومسك المصري من 3-4 سنين كده، فاكر الفتره دي كان مكسر الدنيا كان بيلعب محمود عبد الحكيم وخسر ماتش من سموحه 1-0 بورسعيد، الدنيا اتقلبت واتغير مع انه كان بينافس على الدوري ساعتها. هي دي المشكله، لكن واضح ان كابتن مختار زي ما بقول لك كان طبعا مدربين فنيين عاليين جدا موجودين في مصر، واعتقد ان يعني رجوعه تاني لمصر لا هيبقى بحاجه ايجابيه. ده اكيد. بص يا كابتن كريم، كمان في حاجه علشان نفهم برضو الساده المشاهدين جزئيه انا بغير المدرب ليه. انا ببقي على المدرب لو هو النتائج كويسه او لو الاداء كويس او لو هو بيصنع لي فريق بيعد فريق. فالنهارده انا مستر مكيدة النتائج سيئه، طيب خلينا في الاداء، احتمال تكون انت حظك وحش والنتائج ملطشه بس الاداء عالي جدا، لا الاداء وحش جدا، طب ادي تاني حاجه، طب يبقى اكيد بتصنع فريق، لا مفيش، هم اللي بيلعبوا، هي نفس المشاكل اللي هي مشاكل احمد رؤوف ومشاكل حماده ومشاكل محمود عبد الحكيم ومشاكل داوودة والناس اللي ماضيه في الفرق ده. فبالتالي نفس الوضع ده انا لما جيت اقيم تجربه مستر جاريدو برضو هي انا النهارده لو تيم النادي الاهلي فيه 7-8 ناشئين اقول لك خلاص يبقى الراجل ده بيصنع فريق للنادي الاهلي هيبني عليه لمده 10 سنين طبعًا. زي جيل التلامذه، زي اما كان الكابتن خطيب والكابتن مصطفى يونس والكابتن مصطفى عبده، او زي الجيل اللي النادي الاهلي بدا يبني عليه من 2003 كان الكابتن هادي خشبه وكان الكابتن ياسر ريان وهشام حنفي وسيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف ومشير حنفي وجمال مساعد، وكان يعني عدد كبير جدا وكنت انا معاهم تمام. لكن انا النهارده لا مش شايف صناعه فريق في النادي الاهلي، لا اللي بيلعبوا كلهم الكبار وفي لعيبه كويسه جدا أوي. تقدر تبني عليها 10 من لعيبه النادي الاهلي في منتخب مصر الاول وثلاثه ولا اربعه في منتخب مصر الاولمبي صح. يعني لا عندك لعيبه يطلع منها قماش يطلع منها احسن من كده، برافو عليك. فادي فيما يخص بناء الفرقه. طب تعالى نشوف النتائج، لا طبعا بالنسبه للنادي الاهلي سيئه جدا. يعني احنا لو مسكنا الجدول يا كابتن وليد هتلاقي النادي الاهلي، هجيب لك معلش يا جماعه هاتوا لي الجدول كده على الشاشه جدول الترتيب، هشوف بس ارقام النادي الاهلي. اعتقد مفيش اي سنه من السنين النادي الاهلي ضيع النقاط دي كلها. بص يا كابتن وليد، كابتن علاء، النادي الاهلي لعب 24 ماتش كسب 13 خسر اتعادل 7 ولا خسر 7؟ اتعادل 7 وخسر 4 ماشي. 4 في 3 ب 12 وعندك 2 في 7 ب 14 يعني 26 نقطة في دور ده ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي تقريبا من سنة 90 مثلا. فده رقم كبير قوي. الرقم اللي لفت نظري كمان هو الاهداف اللي داخلة في النادي الاهلي 20 هدف، ده رقم كبير جدا جدا على تيم النادي الاهلي. بس بالنسبه ل 20 فرقه في الدوري يا كابتن يعني مش رقم كبير قوي. لا معلش ولا لسه الدوري ما خلصش عشان انت بتتكلم ان هو الدوري احنا لسه في نص الدوري. انا بشوفها بحاجه ثانيه، الاهلي لعب 24 مباراه يعني بمعدل كل مباراه لازم يدخل فيه الجول. لا ده كتير جدا. النادي الاهلي كان بيفنش يا راجل، ده احنا سنه 95 لما كان نادي الزمالك فريق الاحلام وكان ليدنج علينا. ده غير كده ايه دفاع النادي الاهلي وحارس مرماه هم دفاع منتخب مصر كلهم. انا بفكرك بسنه 95 وكان فريق نادي الزمالك فريق الاحلام وكان ليدنج على النادي الاهلي وعلى الدوري بسبعه بونت. احنا الدور الثاني كسبنا كل الدور الثاني 13 مباراه او 14 مباراه مكسب. كابتن شوبير هو اللي كان واقف ما دخلش فيه غير جول في دور كام يعني حوالي 17-18 ماتش دور جول واحد. كنا كسبنا تقريبا فرقه 5-1 تقريبا مش فاكر كان الاتحاد او كان مين. فانت النهارده لا النادي الاهلي انه يدخل فيه 20 جول، وزي ما انت بتقول ملاحظه رائعه ان حارس المرمى بخط الدفاع كله هو منتخب مصر، دي ملاحظه لازم نقف عندها. طيب انا معايا كابتن مختار نجم مصر ونجم النادي الاهلي، ونقول بقى المدير الفني الجديد للنادي المصري. هو مش جديد قوي ان هو مسك المصري طبعا قبل كده وتالق مع النادي المصري. مبروك يا كابتن مختار. الله يخليك يا كريم، الله يبارك فيك. مش كنت بكلمك لسه من يومين وقلت لك يا كابتن خلاص
هم كانوا مكلميني قبل كده كريم، بس انا طبعا ما اقدرش اتكلم في حاجه. ايوه انا عندي احساس والله، بحس بال، حسيت بصوت حضرتك يعني ان الامور قربت قوي. سلم لي على علاء معاك ومش عارف مين ثاني. كابتن وليد صلاح الدين. كابتن مختار ازي حضرتك؟ ازي كابتن، مبروك يا كابتن. ربنا يخليك يا وليد، شكرا. بالتوفيق يا كابتن ان شاء الله، بالتوفيق. ربنا يخليك يا علاء، شكرا. نتمنى لك التوفيق يا كابتن مختار، واحنا عارفين حضرتك اداء وقدود كده، ان شاء الله هتكسر الدنيا مع النادي المصري باذن الله. ربنا يبارك فيك يا كريم، شكرا. الله يخليك يا كابتن مختار. يعني شايف ايه الفتره الجايه بقى مع النادي المصري، واتفاقك مع الاداره على ايه بالظبط يا كابتن مختار؟ لا اظن يعني احنا محتاجين بس نطلع من اللي احنا فيه، يعني ده مبدئيا في الفتره اللي جايه ديت، وهو دوت المهم. انما يعني بعد كده يجي الاهم بقى، ان انت تقدر تحضر بشكل كويس قوي، وتقدر تجيب تكتب لنفسك ان انت يبقى ليك دور كويس في الناس المتقدمه يعني بالزبط. لكن اكيد دلوقتي الامور صعبه جدا، احنا محتاجين بس نطلع من عمق الفاجة اللي احنا فيه دلوقتي. طيب كابتن مختار، حضرتك يعني توليت انديه كتير جدا وحققت بطولات وعملت شغل جامد جدا في فرق كتير زي نادي امبي وزي بتروجيت وزي المصري قبل كده، وفرق كتيره جدا وتواليت المهمه في النادي الاهلي في الجهاز الفني اكتر من مره، لكن اكيد حضرتك حافظ بورسعيد وحافظ التركيبه، وعارف دايما ان جماهير بورسعيد بتحب دايما المكسب وبتحب فرقتها دايما تبقى في وضع كويس جدا في جدول الدوري، اكيد حضرتك عايز توجه لهم كلمه دلوقتي عشان هم كمان يساعدوك على المرحله القادمه. انا اظن ان يعني الجمهور هناك شايف الوضع وعايش فيه، الناس بتعرف في الكوره دلوقتي ممكن احسن مننا كريم. ايوه ما شاء الله يعني، فاكيد هم حاسين بالوضع وحاسين ان هم محتاجين يطلعوا بس من عمق الزجاجه اللي احنا فيه دلوقتي، لان الامر صعب خالص. يعني اظن ان انا لو انا بفكر في الموقف اللي احنا فيه ده، ان انا التقي واروح لابعد من كده واروح للناس المربع ولا حاجه، اكيد ان الكلام ده هيبقى كلام غير منطقي وغير معقول ويبقى كلام مش في الكوره خالص يعني. بالظبط بالظبط. اظن ان الناس عارفه الكلام ده، والناس تانية محتاجه ان هي تطلع من اللي احنا فيه دوت عشان ثقتنا ترجع في نفسينا تاني، ونبتدي بقى نفكر احنا بعد كده عايزين ايه، ونرتب لنفسينا احنا عايزين نوصل لفين. بالظبط. اكيد ان الكلام الناس عارفه الكلام ده. طيب كابتن مختار، تعاقدك لمده موسم ونصف ولا لغايه نهايه الموسم ولا ايه بالظبط؟ لا اظن هو يعني الفتره ديت والموسم الجاي ان شاء الله. الموسم الجاي ان شاء الله يعني، ونتمنى ان الامور تمشي كويس يعني. لا ان شاء الله هتمشي كويس. طيب كابتن مختار، حضرتك يعني قرينا خبر كده كنت في النادي الاهلي قريب، والناس ربطت ان حضرتك كنت في النادي الاهلي وموجود وقعدت مع الكابتن بيلعب معانا كوره. بيلعب معانا. انا عايز اوضح للمشاهدين. لا انا انا رايح العب دلوقتي. رايح النادي الاهلي عادي زي اي يوم يعني، مفيش مشكله. انا داخل على باب النادي الاهلي اهو. عادي. احنا بنلعب حد ثلاث وخميس، والكباتن اللي معاك طبعا هم موجودين معايا على طول. ايه يا كابتن، ايه اخبار الظلم، شغال ولا ايه؟ لا الظلم قل شويه. قال لي ايه يا كابتن؟ حرام كابتن مختار، استحاله كابتن مختار معروفه يعني، سيبك من يعني حضرتك اوكي كل حاجه، الظلم ده ما ينفعش، ما احنا عارفين الليله بنالتي. مين اللي بيحسب، هو كابتن مختار ولا هو دلوقتي لو كابتن مختار والكابتن ربيع ياسين هم الحكام، وكان اللي هو احمد بكر وليه احمد بكر الظالم الاول. اتكلم اتكلم. ايوه كابتن، هو اللي بيحل اللعبه دي. ايوه طيب خلاص، ما تقولش مفيش ظلم يا كابتن مختار، احنا بنيجي من بيتنا عشان الظلم. ايوه. طيب كابتن مختار، يعني سريعا كده رايك في الاهلي ايه في الفتره الحاليه، وكلنا كاعلام وكاهلاويه وكمصريين وكل الناس عايزين النادي الاهلي يعدي ان شاء الله في المرحله القادمه في ماتش افريقيا، شايف الامور ازاي في النادي الاهلي او فريق الكره وبعد ماتش امبارح مع المقاولين؟ هو طبعا الاهلي بيمر بفتره يعني لا يحسد عليها الصراحه، فتره صعبه جدا سواء في الاداء وسواء في النتائج. ايوه. فدي يعني امر يعني ان هو بيمر على جميع فرق العالم. من فتره صغيره قوي، ريال مدريد كان بيعاني معاناه شديده جدا وهو ما هو يعني. ايوه. يعني الكلام ده وارد، واتمنى ان شاء الله ان لا تبقى حاسه الكلام دوت، وهي اللي في ايديها ان هي تطلع النادي من المشكله او المضيعه اللي فيها دي، لان الامر احنا عندنا ما شاء الله اكيد طبعا المدرب له دور، بس اللعيبه انا شايف ان اللعيبه ليها دور اكتر بكثير. أيوة. ان هم يعني عندنا خبرات ما شاء الله، وعندنا اولاد صغيره ادائهم هايل جدا ويقدروا يعملوا حاجات كتير قوي، لكن هي برضه الثقه هربانه مننا شويه. اظن ان لو رجعت والروح الاساسيه اللي هي بتاعت النادي الاهلي رجعت كما كانت،
اكيد ان الامور هتمشي في مصابها العادي ونرجع لطريقنا الصحيح اللي هو كلنا بنتمناه يعني. طيب انا هنهي معاك بسؤال رخم شويه، انا يعني هو رخم بس لازم اساله لك. زعلان من تصريحات كابتن زكريا ناصف؟ والله انا غريب، انا يعني عمري ما كنت اظن ان زكريا ده يتكلم عليا كلمه ولو يعني اقل من كده بكتير، لاني من ساعه ما طلع ولعب معايا لغايه النهارده يعني علاقتي بيه كويسه جدا، وعمره ما شفت مني اي حاجه وحشه. أيه. انا بستغرب ازاي يعني ازاي كشخصيه زكريه مره واحده يقول عليا الكلام دوت، ويعني حتى ما قالهوش في اوضه مقفول عليها بالظبط. بس انا يكفيني الناس اللي ردت عليه. الحمد لله رب العالمين. بالتوفيق يا كابتن مختار، ان شاء الله كلنا بنتمنى لك التوفيق، واحنا كلنا واثقين في حضرتك ان شاء الله هترجع النادي المصري تاني يبقى في جدول الترتيب ويعمل شغل كويس الفتره القادمه باذن الله. بشكرك كابتن مختار مختار. بنشكر كابتن مختار مختار. هنطلع فاصل سريع ونرجع مع كابتن علاء ميهوب والكابتن وليد صلاح الدين عشان نشوف تشكيل مباراه مصر المقاصه والداخليه النهارده، ونشوف راي كابتن علاء وكابتن وليد ورايهم وتوقعاتهم للقاءات السته اللي هتتلعب النهارده في نهايه الاسبوع ال 27 من بطوله الدوري الممتاز. ماتش الاهلي والمقاولين كان يعني المقاولين عملوا شغل احسن من الاهلي، والواد اللي هو اسمه الاسود ده اسمه بيتر ده ضيع كذا كوره وما كانش ظاهر في الملعب ولا اي حاجه. والله هو كان ماتش كويس واتمتعنا بيه، بس مفيش توفيق، مفيش توفيق. الاهلي كان بيلعب كويس بس المدير الفني مش قد كده، يعني شايف جريده ما يسمحش يدرب الاهلي. بصراحه زعلان، هو انا مش متابع بس الرياضه عشان انا ماجستير وكده، فانا تابعت الماتش عرفت ان في ماتش تمام، فبصراحه انا خذلت من جوايا اللي حصل للنادي الاهلي اللي كان مستواه يعني المفروض كان يبقى اعلى من كده، بس هم عامه نقدر نقول ان هم عملوا اللي عليهم يعني. وكله بفضل كابتن حسن شحاته، يعني هو لعبها صح، هو دافع الاول، الاهلي فضل يهاجم لحد ما ضعف، بعد كده هو بدا بقى يعني هو كان مريح المهاجمين بتاعته خالص، وبعد كده هو الراجل دخل صح يعني هو كله بفضل كابتن حسن شحاته. وبصراحه الاهلي الشوط الاول كان حلو، بس الشوط الثاني بقى زباله، ما كانش كويس. هو حسن شحاته كان بيدافع وحلو، اخر الدقيقه 70 راح جايب جول. قضيه حاجه زي الزفت يعني خالص. بالنسبه لجارد لازم يمشي من مكانه، كانش لازم ينفع يسبر ده كله. اللعبة مش قد التيشيرت الفانله الحمراء، في لعبة تيشيرت تقيل عليها. الجمهور لازم يرجع، ده اول حاجه، لان الجمهور نص الفريق يعتبر. ده في لعيبه، المدرب الاحماء لازم يمشي برضه، الطبيب، لان نص الاصابات بسببه. بس قبل اي حاجه المفروض المدرجات تبقى موجوده للجماهير، ده قبل اي حاجه، وجاريدو يمشي وابن النادي فتحي مبروك هو اللي يمسك النادي. وفي لعيبه حرام تلبس الفانله الحمراء، حرام. اول حاجه كابتن محمود طاهر، انا نفسي هو ادام جاريدو مش السبب في الهزيمه، احنا كجمهور النادي الاهلي احنا اللي سبب في الهزيمه، احنا سبب في النتائج دي كلها. اما يطلع بعد الماتش والناس دي كلها محروق دم ويطلع يقول انا بجدد الثقه في جريده ومش ازاي ده، هو ما شافش الناس اللي قبليه كانت بتعمل ازاي، وما شافش النادي الاهلي قبليه. لازم نديله فرصه، هو ما خدش فرصته كامله. اولا لعيبه مصابه كتيره، وثانيا اداره النادي مش بيديله صفقات حلوه، يعني مثلا ابو تريكه، احمد فتحي، اللعيبه دي راحت فين؟ فين اللعيبه اللي تجي بدلها تقوم النادي الاهلي زي ما كان نادي بطولات افريقيا؟ النادي الاهلي لحد دلوقتي بقول له كده سنتين ما خدش دوري ابطال افريقيا ولا
لقاء المقصة والداخلية، لقاء مهم جدا في صراع المربع الذهبي، سواء لمصر المقصة أو للداخلية اللي عنده لسه 3 ماتشات مؤجلة أو لعب 23 مباراة لغاية دلوقتي في الدوري، وعنده فرصة إن هو لو كسب يا كابتن علاء وكابتن وليد يقرب شوية، عنده 30 نقطة دلوقتي ولسه ناقص له 3 ماتشات مؤجلة، يعني في فرق في الجدول لعبوا 26 مباراة. فمصر المقصة زي ما انتم شايفين 40 نقطة في المركز الرابع، والداخلية في المركز ال 13 30 نقطة، فرق 10 نقاط ما بين المركز الرابع او 13، وفي 3 ماتشات ممكن الفرق ده يعني يتعوض. اكيد النهارده كابتن علاء عبد العال بيفكر في المكسب وعايز يكسب مصر المقصة، ومصر المقصة برضو اكيد كابتن ايهاب جلال بيفكر في المكسب. طيب قبل ما نتكلم عن المباراة هروح للعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، واساله بعض الاسئله كده عن الماتشات في الفتره القادمه، سواء ماتشات المنتخب هتتلعب فين وبجماهير ولا مش بجماهير، مباراه النادي الاهلي مع المغرب التطواني، ودي حاجات كلها مهمه يعني احنا داخلين عليها الفتره الجايه ان شاء الله. سيد العميد ازاي حضرتك؟ كابتن كريم ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله الحمد لله السلام. كله تمام الحمد لله. كابتن كريم كابتن علاء ميهوب وكابتن وليد بيسلموا عليك. تحياتي للكابتن علاء والكابتن وليد. الله يخليك يا سيد العميد. الله يخليك. يعني عايزين نعرف مباراة السامعين كده ان خلاص تم موافقة على إقامة مباراة مصر وتنزانيا في برج العرب، في استاد برج العرب. يعني احنا عندنا 3 ماتشات، 2 ودي. ايوه اللي هو جيبوتي ملاوي 21 ده هيكون في استاد اسكندرية. تمام. ماتش تاني ملاوي ده يوم 8 21/5 جيبوتي. 5 استاد اسكندرية. 8/6 ده في برج العرب ان شاء الله، و14/6 تنزانيا في برج العرب. تمام. ماتشات المنتخب بجماهير الماتش الرسمي ولا لا؟ لا يعني ربنا يعني ان شاء الله كده يكون في توفيق كده ان ماتش 14/6 ده اللي ممكن يكون في مباراه رسميه. ودي اول مباراه يعني ممكن يكون في عدد معين كده. تمام. لسه يعني بنحاول محاولات مع الامن ومع امانه وزاره الدفاع على ان يبقى فيه حتى مجندين من الجيش والشرطه ان شاء الله. طب كويس. بالنسبه لماتش الاهلي مع المغرب التطواني، الاهلي كان طالب يلعب في استاد القاهره عشان يعني عايز ملعب واسع شويه عشان يساعده في مباراه المغرب التطواني. والله قريت خبر كده ان استاد السويس الجديد هو الاقرب على لسان حضرتك، فعايز اتاكد برضو. احنا حضرتك برضو خاطبنا برضو الامانه العامه عشان برج العرب. ايوه. على اساس ان النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول كده عايزين ملعب واسع شويه. فالبديل بالنسبه لهم السويس، وتم الاتصال بسياده اللواء طارق الجزار مدير امن السويس. ايوه. وسياده اللواء سيد شفيق مساعد وزير الامن، ويعني ناس بترحب يعني عايزين يبقى في دعم للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه. فيعني الاقرب ان المباراه تكون في السويس يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله السبت في السويس. ممكن هتكون بالليل؟ هتكون الساعه 7 ان شاء الله. الساعه 7 يوم السبت القادم، والاقرب للسويس او بنسبه يعني نقدر نقول شبه مؤكده. ان شاء الله باذن الله. طيب بإذن تمام الله. الحمد لله. يعني ربنا يكرم ان شاء الله النادي الاهلي ويكرم الانديه المصريه كلها. وفي نفس الوقت سيادة العميد خلاص يعني الحاج عامر حسين حط المواعيد النهائيه لانتهاء الدوري. احنا بعد ونزلت على الموقع يا كابتن كريم. لا اخر 5 اسابيع، ان كان ناقص 5 اسابيع. لا لسه كابتن لسه ما تعلمش. يعني احنا هنخلص لغايه الاسبوع مش عارف 33 قبل معسكر المنتخب اللي هو 4/6 او 5/6. تمام كده. وبعد كده بقيه الخمس اسابيع بقى والمؤجلات مش هيقدر يحطهم الكابتن عامر كابتن كريم الا بعد قرعه الانديه الافريقيه. ايوه. وبرضه خلي بالك لوحدك، هو حريص ان الدوري يخلص الاسبوع الاول من شهر 8 بالظبط. مع دخول رمضان، مع يعني عاوز اقول لحضرتك شويه كده مشاكل للكابتن عامر. أي. لكن هو بيحاول يخلصها، لكن وفي نفس الوقت برضه في حرص من اتحاد الكوره على مسابقه كاس مصر وماتش السوبر عشان الشركه الراعيه. فبالتالي حضرتك الكابتن عامر يعني عامل معسكر بينه وبين نفسه كده عشان يخلص المواضيع دي باذن الله. بإذن الله. بشكرك سيادة العميد وبالتوفيق إن شاء الله لاتحاد الكرة في الفترة القادمة. أرجع بقى لكابتن علاء ميهوب وكابتن وليد صلاح الدين ولقاءات النهاردة في الدوري المصري، وحبدأ بتشكيل الفريقين. تعالوا نشوف مع بعض تشكيل الفريقين، تشكيل كابتن إيهاب جلال مصر المقصة وتشكيل كابتن علاء عبد العال فريق نادي الداخلية. تعالوا نشوف المقصة. مصطفى كمال في حراسة المرمى، أبو بكر عبد اللطيف مكان أحمد السيد اللي عنده 3 إنذارات، ده لاعب افريقي ابو بكر عبد اللطيف مساك، وجنبه عبد الحميد سامي، ناحيه اليمين حسني فتحي، وناحيه الشمال باسم عبد العزيز، في نص الملعب هاني سعيد واحمد سامي. احمد سامي كان بيلعب مساك، كابتن ايهاب جلال حطه النهارده في نص الملعب هاف ديفندر، والنهارده بيلعب بثلاثه مهاجمين مش هقول صراحه، ولكن عندهم الناحيه الهجوميه عاليه، وائل فراج مهاجم الصريح، احمد زغلول برده من المهاجمين اللي بيلعب جوه ال 18، فهتلاقي وائل فراج واحمد زغلول
جوه ال18 واحمد وحسين رجب ناحيه اليمين وعمرو بركات ناحيه الشمال تحت الفراوله. ده بالنسبه لمصر المقاصه. بالنسبه لنادي الداخليه احمد فوزي في حراسه المرمى، اعتقد تشكيل ثابت دايما بيلعب بيه كابتن علاء عبد العال، رشاد فاروق وجهاد جنيدي في قلب الدفاع، ناحيه اليمين احمد ايمن منصور، ناحيه الشمال عاصم سعيد، في نص الملعب ايمانويل ايجيبتور هاف ديفندر وجنبه فريد شوقي، وبيلعب احمد صديق ناحيه اليمين عشان يعمل جبهه مع احمد ايمن منصور، واحمد القطاوي ناحيه الشمال، وممكن برضه احمد تمساح يبقى جنبه حسام باولو، ان حسام باولو مهاجم صريح جوه ال18 واحمد تمساح ممكن هيسقط شويه ويطلع على قدام، لكن هتلاقيه دايما جوه ال18 برضه مع حسام باولو. طيب تعال نروح لكابتن علاء ميهوب ونشوف رايه في تشكيل الفريقين. وزي ما قلنا المقصه عنده 40 نقطه في المركز الرابع، والداخليه في المركز ال13 30 نقطه، ولكن الداخليه لاعب 23 مباراه والمقصه لاعب 24 مباراه. مبدئيا يا كريم قبل ما اتكلم على التشكيل، هي مباراه انا يعني متاكد ان مباراه ممتعه، لان الاثنين عايزين يكسبوا، الفرقتين بيأدوا اداء ممتاز، خصوصا ان كمان المشكله ان كمان الكابتن ايهاب جلال جاي من خساره، فبالنسبه له كانت خساره مفاجاه، خصوصا بعد مباراه المكسب الكتير قوي اللي كان بيكسبها. بس الواضح النهارده في تغيير في التشكيل، يمكن انا مستغرب شويه تغيير كتير شويه النهارده. لو شفت على البدلاء في هشام محمد على طول اساسي، وعمر النجدي والسيد حمدي، كان المباريات السابقه الثلاثه دول لهم دور جامد جدا، كان بينزل شويه، كان بينزل حتى بس كان تغيير مؤثر، لكن هو واضح ان هو النهارده بيلعب مغير حتى النهارده. النهارده حاطط حسين رجب واحمد زغلول بادئ يعني بيهم، هو النهارده بادئ أربعة يعني بادئ 4 4 2 الاقرب اللي هي 4 4 2، بيلعب اثنين راس حربه النهارده صراحه، زغلول ووائل فراج، وبيلعب عمرو بركات وحسين رجب ناحيه اليمين، وتحتيهم اثنين ثابتين في قلب الملعب، احمد سامي وهاني سعيد، واحمد سامي دايما هو اللي ثابت، وهاني سعيد هو دايما بقى زي صانع العاب. فكابتن ايهاب النهارده مغير في التشكيل بتاعه، ممكن احمد سيد بس ثلاث انذارات، لكن واضح ان هو حتى الطريقه مختلفه شويه، بيلعب اثنين راس حربه النهارده الصراحه، لكن هو واضح ان هو عايز يكسب المباراه من بدري، حته الهزيمه المباراه السابقه مش عايز تاثر عليه كتير، وعايز يرجع تاني نغمه انتصارات. وانا عاجبني الشكل نفسه، عاجبني سواء عمرو بركات وحسين رجب لو ادوا الاداء اللي هيتكلم فيه كابتن ايهاب، اعتقد هيبقى لهم الغلبه الهجوميه كتير جدا، خصوصا باثنين راس حربه زي كان وائل واحمد زغلول، دول على طول دايما في القلب هيعملوا مشاكل لخط دفاع الداخليه. الداخليه الناحيه الثانيه كابتن علاء بيلعب بطريقته المعتاده، وبيلعب بتكثيف في نص الملعب، وبيسيب احمد تمساح تحت راس الحربه حسام باولو، عنده سرعات بالظبط، عنده سرعات، ودايما حسام تمساح لما بيجي على مساحات كريم بتبان خطورته، بيعرف ازاي، عنده حته مراوغه عاليه جدا، عنده سرعه، بيقدر ياخد الاماكن الفاضيه اللي تحت، بيسيبها دايما حسام باولو، بيسيب احمد قطاوي واحمد صديق زي ما قلت يا كريم مع احمد ايمن منصور، بيلعب هو بيحب يعمل جبهات كابتن علاء، وتكثيف في النص على اساس الهجمات تبقى دايما ما تبقاش فيه خطوره عليه، ودايما هو بيلعب بحسام باولو وتحتيه تمساح، وهتلاقيه بقى دايما بيقابل من عند نص الملعب، لكن مش هيقابل من بدري، نفس الكلام عند كابتن ايهاب. لكن بقول لك هي مباراه الاثنين عايزين يكسبوا، والطريقتين يعني مختلفين شويه، اثنين راس حربه، هنا في راس حربه تحتيه، بس المقصه بيهاجم بقوه النهارده، والداخليه دي طريقه الداخليه دايما، دي طريقه لعب الداخليه مع كابتن علاء ما بيغيرهاش. لكن الواضح النهارده كريم ان ايهاب هو اللي مغير شويه النهارده، عامل زي بقول لك كثافه هجوميه، وبيحاول يشغل الاجناب كتير قوي. كابتن وليد، مباراه اتمنى احد الفريقين يحرز فيها هدف بدري علشان كمان نستمتع اكتر، لان زي ما انتوا قلتوا بالظبط بتفق معاكم في حته ان الكابتن ايهاب جلال بالتشكيل بتاعه بالتكتيك بتاعه هيبقى عايز يهاجم، وهو بيفتح الجيم وبيلعب بكثافه عدديه هجوميه. أيوة. على الجانب الاخر الكابتن علاء عبد العال بيقفل دفاعاته كويس قوي، بيلعب باربعه قدامهم اثنين اقوياء جدا فريد شوقي وايمانويل، وبيدافعوا بشكل كبير قوي، وبيلعب على سرعات على طول دايما احمد تمساح واحمد صديق وحرفنه احمد قطاوي اللي عامل اهداف كتير قوي لحسام باولو، وعاملين شكل هجومي خصوصا في الناحيه المرتده او في الهجمه المرتده. أي. لكن الجيم ده يبقى شكله وحش لو فضل على كده، فرقه بتهاجم وفرقه بتدافع وتبقى العمليه مزنقه، لكن لو قدر مصر المقصة تحديدا يحرز هدف، يبتدي الكابتن علاء عبد العال يبتدي يفتح خطوطه، وتبتدي تتفرج على مباراة جميلة جدا. طبعا الكابتن ايهاب كان بادئ بالسيد حمدي المباراة اللي فاتت، وبادئ بهشام محمد، هو على طول بيعمل عملية الروتيشن، لكن هو علشان عملها بدري قوي فجابت نتيجة دلوقتي احمد زغلول يلعب او وائل فراج او السيد حمدي او عمر النجدي او هشام محمد، هتلاقي الاداء حلو برضو لمصر المقصة. طب هرجع لك تاني يا كابتن وليد، لكن هروح ملعب المباراة استاد الفيوم مع زميلي سامح الفيومي، مع كابتن محمد يسري المدرب العام لنادي الداخلية.
لسه قاطع مش واصل لهم الصوت. طيب اتفضل يا كابتن وليد كمل كده لغايه ما يجي لنا تاني. فكنت بقول ان كابتن ايهاب جلال لما حتى بيغير الافراد وبيغير التكتيك الاداء شكله حلو. من اقل الفرق في الدوري اللي تحس ان الشكل متغير. أيوة. بتغير الافراد لا بيبقى محافظ على تيمة معينه. يعني النهارده هاني سعيد واحمد سامي، المباراه اللي فاتت كان هاني سعيد وعبد الله فاروق. نفس تحس الهارموني والايه وبرده نفس التجانس بيلعب قدامهم عمرو بركات وحسين رجب. كان المباراه اللي فاتت هشام محمد وسعد حمدي. فالامور بالنسبه له ممكن اغير الافراد لكن يبقى السيستم هو السيستم والهارموني بتاع الفرقه وكلهم حافظين بعض وبيأدوا شكل كويس قوي. لكن انا لاحظت بقى ان الكابتن ايهاب المباريات اللي بيبقى عايز يضغط فيها وحس ان الفرقه الثانيه اقل منه فنيا بيضغط برأسي حربه وبيضغط ضغط كبير. الضغط الكبير ده يعمل مشكله انه يفضيلك نص الملعب. يعني هنلاقي هاني سعيد واحمد سامي بيلعبوا على خمس لعيبه. ايوه هل هيقدر الكابتن علاء عبد العال ياخد نص الملعب من الكابتن ايهاب جلال؟ هل نص الملعب ده الكابتن ايهاب سايبه براحته وبمزاجه على اساس انه لما يقطع الكوره يعمل هجمه مرتده، ولا الكابتن علاء عبد العال هيقدر بفريد شوقي وايمانويل وقطاوي وتمساح وصديق الخمسه دول هيلعبوا على اثنين بس احمد سامي وهاني سعيد؟ لان ارتداد ولا عمرو بركات ولا حسين رجب ولا زغلول هيردوا بكثافه عاليه. فبالتالي نص الملعب غالبا هيبقى لصالح الداخليه لكن هل انت امتلكت نص الملعب؟ هل بعد كده عندك انك تقدر تنتقل بقى للناحيه الهجوميه ولا لا؟ لان ده اللي كان بيعمله لنا مستر مانو الجوزيف بعض مباريات معينه، يقول لك انا هسيب للفرقه الثانيه نص الملعب ياخدوه مفيش مشكله ويلعبوا هم 4-2 عادي ويمسكوا كوره، لكن هعمل لك كثافه عدديه دفاعيه وكثافه عدديه هجوميه. يبقى لو قطعت الكوره عندك هنا بيبو وعندك هنا رضا شحاته وعندك هنا بلال. لو هم بيباصوا في نص الملعب ورايحين عليك، لا انا عندي وائل جمعه وعندي شادي محمد وراهم عماد النحاس وعلى يمينهم جيلبرتو وعلى شمالهم جيلبرتو وعلى يمينهم مثلا اسلام. فهنا بيبقى المدرب حاسب حساباته، هل انا حيد نص الملعب واخليك تاخده بس لما هتجيلي على ال 18 هتقف، ولا انا بوسع نص الملعب وبزوده واقطع كره في نص الملعب؟ طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع مع الكابتن علاء ميهوب والكابتن وليد صلاح الدين ولقاء المقصه والداخليه في الاسبوع ال 27. طيب هرجع لكم تاني يا كابتن وليد وكابتن علاء ومباراه المقصه والداخليه، بس معايا خبر كده صغير يخص نادي الزمالك. محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك كان العقود كانت معاه لغايه ما ياخد مقدم التعاقد. النهارده محمد ابراهيم ادى لنادي الزمالك او سلم لنادي الزمالك العقود اللي هو كان موقعها نادي الزمالك، وخد شيك بمبلغ 500,000 جنيه هيتم صرفه في 1/6، والعقود دي الزمالك هيوثقها فيعتبر خلاص كده محمد ابراهيم لاعب في نادي الزمالك من بدايه الموسم القادم ان شاء الله. محمد ابراهيم عقوده في نادي الزمالك بامضيته بتوقيعه كله تمام، محمد ابراهيم لاعب في نادي الزمالك بدايه من الموسم القادم وهيبدا ينتظم في تدريبات نادي الزمالك يعني اعتقد في نص خمس يعني بيجهزوه عشان يبدا يتمرن مع نادي الزمالك. شايفين المباراه ازاي فنيه يا كابتن؟ يعني حضرتك قلت لي طريقه لعب الداخليه طريقه لعب مصر المقاصه، شايف الماتش ازاي في الاول؟ البدايه تبقى ما فيهاش يعني الملعب مش مفتوح يا كريم، برضه حذر او برضه داخليه مقفل والمقصه مقفل وغالبا ما فيش حد بيقابل من قدام الوقت، كله بيقابل من نص الملعب. يعني مثلا هتكلم عن المقصه يعني الكابتن وائل اكيد هيسيب وائل فراج واحمد زغلول، بس مش هيبقوا الاثنين هم اللي واقفين على السنتر واحد وواحد، وهيبدا يقفل نص الملعب بتاعه كويس جدا. هو مش عايز يخسر نص الملعب خصوصا ان عنده عمرو بركات عنده النزعه الهجوميه عاليه قوي، نفس الكلام عند حسين رجب. لكن هو في يعني المقصه هيلعب زون ديفنس برضه؟ مش هيلعب لما تتقطع منه الكره؟ مش هيلعب ما فيش حد انا مش عارف، انا متوقع ان المقصه يضغط من قدام لا مش من قدام، انا برضه قدام دايره السنتر وهيبدا يقابل هيقابل الداخليه، لكن يقابل من قدام اكتر من كده ما اعتقدش. يعني هيسيب ممكن يسيب وائل فراج وهيسيب احمد زغلول على دايره السنتر بالظبط يا كريم القوس التام دايره السنتر ويبدا يقابل فريق الداخليه، اصلا بيقطع الكوره يبقى عنده المساحات اللي بيدور عليها وعنده كثافه. ما انت لما تقطع الكوره ومش هتلاقي حد تسند عليها كريم مشكله بقى كانك ما عملتش حاجه، لكن انت عايز لما تلعب تقطع الكوره تلاقي عمرو تلاقي حسين تلاقي هاني تلاقي الناس انت بتدور على اللعب بتاعهم، لكن تقطع الكوره وهتلعب كوره طويله وبتعتمد على واحد بس قدام اعتقد تبقى مشكله المقص. الناحيه الثانيه كابتن علاء ما بيغيرش طريقه لعبه، هتلاقي حسام باول هو بيقابل وهتلاقي احمد تمساح
تحتيه بالظبط، وهيبدا من نص الملعب بيقابل، ونص الملعب بتاعه مفروض كويس قوي، واثنين اخويا جدا فريد وايمانويل في نص الملعب، وهيبدا ده هو ممكن يعمل هجمه مرتده كابتن علاء. يعني كابتن علاء ما يقطع هيلعب على هجمه مرتده على حسام باولو، ودايما اكيد احمد قطاوي بيبقى ليه دور هجومي ممتاز، والراجل ده النهارده لو في الفورمه العاديه اعتقد يبقى هجوم الداخليه يبقى ليه انياب النهارده. طيب هنروح استاد الفيوم مع الكابتن محمد يسري المدرب العام لنادي الداخليه قبل لقاء مصر المقص. بجد تحيه لك كابتن كريم من استاد الفيوم، يعني ومعانا كابتن محمد يسري مدرب عام نادي الداخليه. ولا كابتن محمد برحب بيك الاول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني اكيد يا كابتن محمد مواجهه من المواجهات الصعبه طبعا الفيوم. طبعا هو الناديين واحد والله، يعني انما ماتش طبعا مهم جدا بالنسبه لنا احنا يعني، وبالنسبه لهم برضه، لان طبعا المقاولين كسب امبارح وهم بيلعبوا على مركز، واحنا ان شاء الله عايزين نخش خطوه او خطوتين قدام في منطقه الدفاع، يعني ربنا ييسر ان شاء الله. عودة احمد تمساح النهارده كابتن ان شاء الله باذن الله تكون عودة حميدة، وتمساح من اللعبة كويسة جدا يعني، وكم موقف واتخذ عليه موقف خلاص مفيش اي حاجة، الحمد ان شاء الله يكون باذن الله بخير النهارده. الداخلية في استاد الفيوم النهارده للعودة بثلاث نقاط ام نقطة واحدة ان شاء الله باذن الله، يعني احنا عايزين باذن الله ثلاث نقاط طبعا، بس باذن الله برضو ما يعني لو ما كسبناش ما نخسرش يعني برضو. بنشكرك كابتن. الله يخليك. ويمكن معانا كابتن كريم يعني سعيد مراد احد لاعبي نادي مصر المقاصة. سعيد برحب بيك كابتن. برحب بيكم. نرجع تاني الارسال من استاد الفيوم. كابتن وليد زي ما كابتن علاء بيقول شايف ان الماتش هيكون مقفول، المقصه هيلعب زون ديفنس لما تتقطع منه الكوره، والداخليه هو السيستم بتاعه زي حتى كابتن محمد يسري قال لك ما اتغلبناه ما كسبناش ما نتغلبش. لا طبعا لا، بس يعني انا اشوف بس ان الكابتن ايهاب جلال هيضغط من فوق شويه، يعني مش من نص الملعب قوي، يعني هو بما انه هو بيلعب برأسي حربه، عارف دايما لو هو مذاكر فريق الداخلية كويس يعرف ان فريق الداخلية بيعتمد جدا على الكرات الطولية، فالنهاردة انا لو اديته نص ملعب هبقى اكني يعني ريحته، هفقد نص الملعب كله، فبالتالي هيشيل كرة من نص الملعب، هيبقى الجيم كله بيتلعب في نص ملعب مصر مقص. أيوة. واظن ان هو مش عايز كده، يعني اظن ان هيكون تحديدا وائل فراج واحمد زغلول يعني ما بين نص الملعب وما بين خط ال 18، يعني يضغط في التلت اللي هو التلت الوسطاني، نقول اللي هو يعني بعد منطقه جزاء نادي الداخليه بحوالي مثلا 10 متر، ويبتدي يضغط. ليه؟ لانه هو يهمه جدا انه يقطع الكره هناك، يهمه قوي ان اللعب كله يبقى في نص ملعب الداخليه. لكن بتفق معاكم في حته ان المباراه تبقى مقفله لغايه لما يحرز احد الفريقين هدف عشان تتفتح وتبقى مباراه حلوه. دايما طالما الملعب مش معشق بلغه الكوره انا شخصيا ببقى مستريح، يعني في فرقه بتلعب براسي حربه وفرقه ثانيه بتلعب براس حربه واحد، في فرقه بتلعب تحت راس حربه بثلاثه، في واحد ثاني بيلعب باثنين، فكده هتلاقي في شويه حريه في الملعب عكس ما يكون الفرقتين بيلعبوا زي بعض بالظبط. فهنا في قوه هجوميه لمصر المقصه متمثله في وائل فراج راس حربه كويس قوي، ومتمثله في احمد زغلول، الاثنين دول يقدروا يحضروا لعمرو بركات ولحسين رجب بشكل كويس قوي، وعلى الجانب الاخر عندك ثلاثه يعني حريفه قوي وصراع قوي وخبرات قوي، اللي هو احمد تمساح واحمد صديق واحمد قطاوي، بيلعبوا تحت مهاجم رائع وماشي كويس قوي السنه دي. طيب دكه البدلاء في الفريقين بالنسبه لمصر المقص، عبد الواحد السيد في دكه البدلاء في حراسه المرمى، احمد بكري طبعا مدافع، محمد ابو المجد مدافع، حسين الشحات لاعب وسط مهاجم، هشام محمد وسط مهاجم، عمر النجدي وسط مهاجم، والسيد حمدي مهاجم. بالنسبه للداخليه محمود الغرباوي في دكه البدلاء حارس مرمى، حسام عبد الجواد مساك، معتز بالله حسن اعتقد لاعب وسط مدافع، محمد الفيومي لاعب وسط مهاجم، سيريل بيعلى ده لاعب من بوركينا رقم 31 في دكه بدلاء الداخليه، خالد ربيع وسط مهاجم، وحسام حسن وسط مهاجم، لكن مفيش مهاجم صريح، ممكن يكون خالد ربيع اللي خالد ربيع شويه. طيب توقعاتك ايه للشوط ده يا كابتن وليد كنتيجه؟ اولا دكه مصر المقصه اتقل بكتير، عندهم اربعه ممكن ينزل منهم اي ثلاثه يغيروا الجيم تماما، الله يكون في عون الكابتن علاء عبد العال، حتى المشكله اللي حصلت مع تمساح وقرص ودنه عدد من المباريات مش قادر يستغنى عنه، لازم يكون موجود لان الاوراق قليله قوي. أيوة. فمصر المقصه طبعا يعني اوراقه اعلى. شايف التفوق لمين في المباراه دي؟ التفوق اظن انه يبقى لمصر المقصه. مصر المقصه. طيب كابتن وليد الاتحاد السكندري والرجاء تتوقع له ايه؟ الاتحاد السكندري الجونه والجيش في الجونه
اتوقع جيش الجيش انبي ودمنهور في انبي انبي اتحاد الشرطه والاسيوطي اتحاد الشرطه. طيب هنسيب مباراه وادي دجله والاسماعيلي اللي هي لسه الساعه 6 وهتكون عندنا ان شاء الله في الاستوديو التحليلي. كابتن علاء تتوقع ايه للمقصه والداخليه؟ لا مقصه والداخليه الشوط الاول ممكن احراز هدف المقصه او الداخليه يعني مفيش كفه الركعه الثانيه. انبي طبعا الاقرب للفوز. الاتحاد والرجاء كابتن حسام حسن اكيد او الاتحاد الاقرب للفوز بس مش هيبقى فوز سهل بالنسبه للرجاء لان الرجاء فريق بيلعب كره هجوميه كويسه بصراحه. الجونه والجيش الجيش اتحاد الشرطه والاسيوطي اتحاد الشرطه. طيب هنروح للكابتن مؤمن عبد الغفار معلقنا المميز ونتابع معاه احداث الشوط الاول من لقاء مصر المقصه والداخليه من استاد الفيوم.